شباب شابات تحت الطلبات ديالكم والطلبات ديالكم ليست اوامر لا اوامر ولا انا سيبو ريفيو يا مولاي سألت السفر عبر الزمن هذه ثلاثه الفيديوهات عندنا هنايا قالت طلبات بزاف شفناها في الكومونتيرات بزاف اللي داروا عليها اللايكات وهذا الدليل هنايا شنو الدليل زعما زعما خايف زعما فهمتي الدليل باش ما يقولكش لا طلبات بزاف هي النهار اللي حطيناها بداو يطلبوها بزاف باش ما يقولكش كتركب على الموجه باش ما يقولكش عرفتي مولاي هادشي تركب على الموجه حنا غير كيطلبوا لنا الناس وكنديروا هذا ما كنعرفوش نسيرفي ما كنعرفش ما فهمتش الكونسيبت ماشي مشكل انا نهضروا ماشي مشكل ما تسوش لي لايك الدري ما تسوش لي كومونتير ما تسوش دوزوا لعندنا الانستغرام هذا ولا هذا تما غتلقاونا ديما يلا نتفرجوا في آلات السفر عبر الزمن كيف هاد الفيديوهات هنايا حيت فيها 8 فيها 8 هاد الحلقات الدراري حنا غادي نديروا 3 2 3 3 2 3 3 2 ما قاريش الماط آلات السفر عبر الزمن الو وي عطانا عقلتي على يامات سمعت اجي للدوش سمعت واش يا صاحبي بكاش حبوب ولا كاش جديد مريولي الو وي مصباحك تعيط لي على بالك واش اسمع تعرف هالغنيه هذه اللي كنت نسمع فيها سمعت تعيط له عاود سمعت 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 سميت سمعت التليفون هذا كيوصلك شي ميساج مع شي بنت فيه كنبغيك كتسبلوط كتبقى تنتظر معاه النهار كامل حتى كيوصل داك الميساج كيطلع فيه ولكن ما كاينش اللي ما دوش هذا التليفون هذا تليفون اسطوري واعر 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 كان كيتبلوكا واحد صاحبنا كان كنضربوه هكا واعر سرقوه له قال لهم الله يسهل عليكم كان كيتسناو من سرقوه له حق الرب كنهضرك سيري يا الدراري والله الا فرح فاش سرقوه له حيت ما لقاش كيفاش يبدل التليفون الوداع جلس مرتاح وما نديرو كحل الخبطه كحل يا مات الام بي 3 هو طفى التليفون على جالك ما سمعناني خطاني والو علاش عاود عيط لك شوه داخل ام قريب يخلصوا لي لي زينيتي واختك ومع كيفه كيفه اختي كيفه ما فهمتش كون عيط لها في الليل كيخلصوا لي الزوان تاعنا ما عنديش كيف نعيط واش تقدر انا اختي صغيره هكذا ما عنديش اختي من الاخر ام عليش هاي هكذا نستنى تكبر تولي هكذاني هنا اختي هذا دخل معاه في طاب دخل معاه في الحرمه كان خصو يصرف صغيره تبقى هكذا شغل ميسي ما تكبرش ما تسيش دور زربوطك كينغيلو طروازيلو عندي زربوطك خوني تقاعد برك معروف بهذا سميتو هذا السطر هذا كنت شفته هذا زربوطك كيفاش ما تسيش دور زربوطك كينغيلو طروازيلو عندي مالله بيك خوني تقاعد برك موسوس ما يا خو ما كاينش موح مصباح ويدخل في الحديد في الاخر هبل على بالك نشوف ويدخل في الحديد في السلك المصامع كاش ما هو يخترع واقعي اسمع انا دوك نروح كاش ما نقرعج عندو نجي خمس دقائق دوك نولي ما تخاف نقرعج او جاري صافا موح قالوا لي حوزوك من مسيد صح هذا عزيز عليه يبركك يبركك هي يقرعج ما عرفتش واش كتقولوا هاد انتوما واحد دابا الجزائر كبيره غيكونوا كيقولوا قرعجين تبرك مسيد واحد الشيخه غلطت صحت لها حوزوني ما عجبهمش الحال والله غير صح ما انا هكذا صارت لي واحد الشيخه غلطت بس غلطت معايا صح فديك انت دوك حوزوك من مسيد دورتها حديد هاي واحد ولد عمسي حتى هو غلطت مع الاستاذ عرفتي ولا ضربها بواحد الشنطه صمكها سبت لامو ما سبت لامو سبت لامو ضربها بالشنطه عندي هربي اللي نديرو شركه واش رايك لا راني نخدم فواحد لا ماشين اللي تمشي بلا فيتيس دو لا لوميير اللي تخليك تسافر عبر الزمن والمكان اي والله غير شي القصه تبدا هنا المهم نسقسيك في مخك راك انتيك شويه نورمال راك المهم ياك انت تحب تختار واش رايك نديرو اختراع فيه فايده يمدونا جائزه نوبل عليه من الاخر شو رايك نخدموا كاش قنبله ندنوا بها درقانه ندوها البومرداس تقعت بيا يبيعوا بيض مغلي في المارشي ويسرقوا لي ليا وليما تليفون تماك في المارشي تاعهم يبيعوا تقشيره ب 10000 زوج تقاشر ب 40000 يا ودي هربوا في الكوميرس تقشيره تماك وحده ما يقدرش يشري زوج باسكو غاليين 40000 صح لما تشريش وحده وما تزيد تشري وحده يطيحوا لك 20000 صح راحت لي راك كرهك هذا مو تشيكوري نغدوا هذيك عاود نرجعهم لهم واحد خونا جا على ديك الكلمه تشيكور واحد التراك واقيلا ديال التونسي جا ويقول لنا واقيلا ديال التراك ديال بوسعاد البيف ديال بوسعاد شيكور قلنا راه شيكور قال على وزن توباك ما ممكن اش ممكن قول له عندك الحق توباك شيكور كنتو شيكور شاكور اي شاكو ماشي الاخر يقول له شاكو شاكو كريزي الشواقر على وزن الشاقة قالوا شريت عليك زوج يرجع لك 40000 بهدلنا صوبك كامل
زيري قال له شيكو زيري كيقول له شيكو زعما زعما شي حاجه واعره واعره زعما راه توبا قوي زعما بلغه اخرى ولا خا قال له شاقه شاقه انا غادي نقول له مقده وتكون ب 20000 انا بالك كان عندي مخ كيما ديالك وانا ملفه خبرك واحد الحاجه في الجزائر عنده كاين كاين توباك وكاين وامباك لا خا مش ماكين راح تراك اه قال لك كلاش شي واحد راك كلاش سميتو هذاك الاخر ماشي اسم هذاك اللي كنا كنديروا عليه رياكسيون زروطه زروطه كلاش مشان نبان خصنا نديروها والله الا خصنا نديروا راه دار رياكسيون زروطه ولكن دارها في انستغرام باش ما يضربوش بالسترايك مشكل تخدم لي وشنو هذا تخدم لي الكالكولاتور يسال روحو دوك الدرقانه بالك توشيها ما سلمك منش نخدمها ما توشي حتى عفسه ولكن ما تخلط عليا هاي ليك ها بوعك قاعد رقدق اك ضيعتنا من الاخر اختفى دابا صوب له اله يتبع ساو السعيد وين السعيد السعيد مشى للفراعين اه تشوف ديني يما اه ديني يما انت بنادم بالك ماني فاهم والو من رانا كيفاش علاش رانا في الجلفه شوف داك نفهمك هذه اله سفر عبر الزمن بصح ما كملتش نخدمها ما انت كي تعبص عليها ما على بالكش من راح تدينا ما انتها صغار تعبص بالك يمشي بيها بيه دابا هما كيقولوا تعبز حنا كنقولوا البرك برك برك عليه وحنا عندنا تعبز بواحد لافاصو ما ما كاين لاش نقوله لكم غير مسترخل المزوج تعبز هاك تعبز انت ما حش نقولوا للدار علاش ما ناش بعد بزاف شحال كان كيلومتر من جلفه لالجي ما راكش في الجلفه كتشوف طريق تريسيتي طوموبيلات وعلاش عندهم طريق بلي انا كاع بطاطا وبصل الجلفه بصح عندهم بطاطا قوه من الاخر انا كتنمر على المدن 2600 قبل الميلاد 2600 معناتها رانا في المستقبل 2600 قبل الميلاد اي قبل الميلاد واش معناتها قبل الميلاد قبل راه كاين اللي ما فاهمش هادشي قبل الميل راه كاين اللي ما فاهمش راه بنادم راه صحابكم الدراري وتجيب في كومونتيرات يبقى يعطيك الفتوى وكذا اغاني حرام كاين واحد النوع مقود عرفتي واحد النوع ما كتعرفش شنو عقلو الداخلاني ديالو سوي كريتيك قبل ما زاد سيدنا عيسى معناتها ولي لله راك فاهم ولي لله كيف نولي لله ماشي انت اللي تولي لله شوف انت ما حش نفهمك باسكو ملي شفت الفيديو على بالو انت ما حش تفهم هيا هليك ليك هم يضربوا هم يضربوا ليك انا في الجلفه هم يضربوا على الحليب ليك انا في ار جي ما تخافش دمي الباطع اخدم سكتي هذاك فرعون ويضرب لي سكور ديالو وانت فرعون زبروج اي شكون انتو مزدوج يكذب باش ما يقتلناش انا يا طبيب ايه ما معنى ما معنى نسوق طيارات بيلوت بصح في البلاي ودي ما عندهم طياره لهنا علاش عندهم غير كرويلات الجمل سير كيمشي والله داك العصر كان كان احسن عصر بحال عشيه ولا نجي تزيد تشوف هنايا انا نخدم على كاركتر اكبر كافر تما شنو كنت تزيد داك العصر كان كنسمع عرفتي شحال مره كنسول راسي والله عمركم الدراري سولتوا راسكم هذا السؤال ديال لو كنت زادينا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم واش كنتي غتكون مع الصحابه ولا مع الكفه عمرك سولتي راسك السؤال بزاف يقول ربي لا كنسول راسي كتبقى تقول بزاف كنكون مع الصحابه انا شحال مره قلت غنكون مع الكفر علاش انت ما ابو لهب ماشي ما كتنافقش راسك حيت دابا راه حنايا راك تسول المراه ماشي ما كتنافق حيت دابا حنا ما عندناش داك الايمان القوي وما نكتبوش على راسنا ودابا حنايا عارفين هاس عارفين ليك عارف الحقيقه تقدر عارف الحقيقه كلش كبير وانت مازال ما وصلتيش لذاك درجه الايمان الكبير عاد فاش الا كنتي مثلا جا واحد خونا وقال لك انا هو الرسول وكاين الله واش انت غتصيق صيق مشكله صافي الحمد لله مازالين شتي دار لنا الخير شتي ربي دار لنا الخير بغانا نكونوا في الجنه واخا هكاك دابا ملاقيين مع واحد طياره لهنا علاش كاش ما عندنا كيزيد لنا داك العاص انا نخدم على سيرفر بالجمال السيرفر الجمال او يتقاعد يخدم مهندس ما عرفش يقولها برك انت يا مهندس كيما راك ارسم لي دوكا منزل شنو نرسم لك فلانك تيستي في الحمى انا يا مخ الهضره انا ما ندورش معايا زربوطه قال له طروازيل له خبط الماء وليد حم هذه هي اللي معروف بها هذه الجمله قنقيلو خبط الماء ولا ما عرف منين جاب هذه اللغه سي في الحمى انا يا مخ الهضره انا ما ندورش معايا زربوطك قنقيلو طروازيلو خبط الماء وليد حمتي سليب لك ديرو فوق راسك ما يتلبش تما يا حمار اكسلات ام درمان في 2010 اللي جايه عن طريح يا كدا مش فيت لها اصدع ارسم يا الحمار ارسم ارسم يا حمار ورقه وستيلو نرسم لك منزل جميل كاع اداه الغوته ديال طوب مازال ما كملتهاش انا رسمت لك غير القرمود على بالك الورقه ما تدخلنيش فيه
خيمه صرف ديهم ودهم للحبس كلش على الكسب اللي داير فيها زعما دخلنيش فيه لي طاق السي اب بي المولودين خلاص ودهم للحبس الديه زعما شرسمت يرحم بابك وشرسمت رسمت غير القلم ودودي جاي انت لي قلت له مهندس انا قلت له ريسيفر كان ضربتونا بالجمل ماشي خير خرج المهندس وصحبه من الحبس وجيبوهم مهندس قال لي رايك فواش بنينا فرعون ما تكتبش دارها بيك الماسون ودار لك غير القرمود على بالك الكحل هادو الاهرامات كيفاش قدرت تبنوهم فرعون يعني نيوتن كان مازال ما اخترعش الجاذبيه معناتها سهل باش نرفدوا الاحجار كان نيوتن مازال ما اخترعش الجاذبيه راه شوف الاهرامات كان بناهم سنيفيرو مازال ما عرفش صاحبي كي داروا تبناو هادو خوفو سنيفيرو هرم بناه واحد سنيفيرو هذا مقود هذا عنده علاش كنقولوا عنده الجهد ديال سنيفيرو يمكن اكبر هرم ديال خوفو كبير شتي قال لك هذاك حارس الاهرامات من السلاله ديال الفرعون راه كيشبه الفرعون بالضبط خصنا نمشيو للاهرامات قرب صح نقولوا تما ايش قلت كيقولوا تما واي فكري حد تقول تما تما صافي هذوك غير السكيريه كيقولوا بفضل المهندس اللي قدامنا بلاك شابة بلاك شابة بس كيفاش فرعون يعرف نيوتن ونيوتن مازال ما جاش أهرامات يوم الله نسميهم أهرامات الجيزة يا فرعون أهرامات الجيزة الأهرامات باسم تاع أختك هكذا اسم أختك كبير فوق الأهرامات أنا هادو الأهرامات أنا بنيتهم ندير لهم دوش فهم دوش هاليك حالش هادو ليك دار فيهم يدوشوا تنحلل واحد طعام حبش لابين حبشي لاصال دوجه يدخلات نبيعوا الدجاج تما تنافسوا مع ولاد فايد الجنود قتلوا تدبابها قتلوه يا موح واقي لابون ويا مصدموا علينا فيك انت تخربها مع فرعون وانا نسلكك ياك هكذا نباصيهم على باش منا رايحين عبص فرعون بدل السليب لي فوق راسك وتعلمتها تعلمتها زعما هرب له اصهر له سعيد 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 عندنا الدرير واحد ود الحوبة سميزو سعيد كنقولو له سعيد المشيه كيمشي هكا يخدم في العراسة تلي بغا شي عرس ولا شي لعبة ينزل عنده فهمتي يكونتاكتي الدرير يسطع الحومة بوليسية يدور زربوطو عدنا مشاو العصر الحاجة هكذا صاحبي نتايا زاد رجعوا عشوائي طيحت الفرعون في بلاده دوك انا واش نستنى منك راك تهضر هكذا باسكو انا عند الناس انا ضياف كي نوصلوا للحومه هضر معايا هكذا بروبليم انت وانا ما عرفش نوصلوا للحومه على بالك هما يلقاو ولا ولا ياك لو مي كلم هابل ياك قلت لك طريق ياك شوف راه قباله هكذا وضوء اكبر تماك تلقاه كبير مكتوب سبيطار تاع مهابل ما كيهضروش ما عندهمش اللغه مازال ما اكتشفوش اللغه كلبس غير واحد الشروايطه الشروايطه كيغطيوها على القزيبه ديالهم وعلى المعلم المعلم كيتسمو خارجي والنساء عاوتاني كيغطيو هنايا والمعلمه فري ما كيغطيوش كيخرجوا كيتسمو غادي والنبله النبله وشير على النبل اصبر اصبر يا مهندس انا في جوع الحراش ماني راه في دوالو خويا جوايع الحراش نرفد وين قال لي بجوايه الحراش ها السي اي اي ما دوش زربوطك عندي يا انا دوك ندم عليك اتقع مشان في العصر الحجري 3200 قبل الميلاد يفقسك ديالك 3200 معناتها رانا في المستقبل شوف انت ما تفهمش الحلقه اللي فاتت فهمتك وما فهمتش اوكي وليك راجل الكهف اوكي شنو هذا يعرف يعرف يصيد الحمام ماني معاك انا عنده تلبولات دا يعرف غير يقول اوكي ما عرفهاش انا اوكي اوكي تلاك قلت لك باللي يعرف يقول اوكي برك ها كيف نحشيها له لك انت يا حمار اتقع فيك حمار فما هو هات على بالك والله ما عندي والو عندي غير بيكي في الجيب هذا وش عندي كيخافوا من العافيه من النار كيخافوا الانسان الحجري زعما كيخاف من النار افكار عجبوني الافكار اللي دار فهمتي ناضي في العصر الحجري مازال ما يعرفوش النار كبرها حرقه شوف يا البطاردي زدت ترفد يدك عليا جداتك نحرقها لك نشوطك ومن هنا وجاي تولي تعبدني انا هو اله النار اله النار شت شت ما خلقيناش داك الزمان شنو اللي متوقع هو الى النار يا حالت تخف الله يا ربي والله ما تحشمك تقطع على بالك من دولك شويه سلطه حبيت تولي ايه حبيت تطغى انا مصغر حاب نولي امبراطور باش تفهم شنو انت مصغر باردون ما كنقبلش باردون بحاجه اللي بالير لا
اي مراطور راك تفاسر اقتصاشي دي نوايوتي في الحومه تاع الزيتون. وشوف انت في الحومه يعيطوا لك المهبول ما يعرفوش قيمتك. هي احنا نعيش ولا هنا كيف كيف نولوا بنزوج الهه نصيبوا لك اش عرف سنا اله النار نتا اله العشب ولا هادو اله ما جايين يا منو برك برك ما تخلط وايد تشوف ناك تي في باش نخدم الماشينه. خويا تهلا في روحك وسلم لي على العجوز. اشبول اشبول حل ما بغاش يرد حجبات السلطه انك تقعد في العصر الحجري بلاستيك ديجا انت هنا من الاخر عطها الله وزني في العصر الحجري ايه زاد بعد هذا ما يتفكر لازم نسافر كيف كيف الماشينة تخدم هكذا والكاميرا راني انا يومين راح نلقاه بعد السلسلة وحين تلي البانان مين راه ارضابد ارضابد عنده كيف تقعد بي ايه هاك تعيط بعدين شعلك ما بقاش خدام ما بقاش خدام قوي طنطنا سلكوني اجي اجي نبرك اجي مرده تي في نوض الروح والله غلعضني فيها لقبتي الهاماجي هذا ارضى بحاله العدو دبر عليها صاحبي ورا ما يمكنش الدراري وصلنا لفان الفيديو غادي نديرو 3 بارتي ما حيت ما جاياش اننا نديرو فيديو طويل غيولي ممل دونك الدراري تسناو البارت الثانيه والثالثه قريبا ان شاء الله تهلاو فراسكم اتهلاو